السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا مشاهدي ومتابعي قناة الإمام الحسين الفضائية، أسعد الله صباحكم بكل خير، وهذه حلقة جديدة من برنامج كن مع الحسين عليه السلام. مثل ما عودتكم قناة الإمام الحسين أن تكون لكم نصف ساعة، هذه النصف ساعة من خلالها إحنا وياكم نقدر نزور الإمام الحسين عليه السلام. لكن قبل هذا، قبل بدء البرنامج، نذهب لزيارة سيدي ومولاي أبا عبد الله ونرجع وياكم. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا الفضل العباس ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتنا مشاهدي ومتابعي قناة الإمام الحسين الفضائية، وخصوصا برنامج كن مع الحسين، ويا رب كلكم تكونون مع الحسين بالدنيا والآخرة. أكيد مثل ما تعودتوا على هذا البرنامج اللي من خلاله أننا نستقبل اتصالاتكم لزيارة الإمام الحسين عليه السلام، وأيضا كتابة أسماءكم على راية أبا عبد الله عليه السلام. أكيد أرقامنا موجودة أسفل الشاشة وتقدرون تتواصلون ويانا لزيارة الإمام الحسين، خصوصا في هذا الشهر العظيم، شهر رمضان المبارك العظيم. بالبداية ندعو لكم بالصحة والسلامة والعافية، ويتقبل الله منكم الطاعات، وصيامكم إن شاء الله مقبول بهذا الشهر الفضيل. مثل ما وضحت لكم، أرقامنا إن شاء الله راح تكون أسفل الشاشة، من خلالها تقدرون تتواصلون ويانا وتزورون الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبي الفضل العباس. وأيضا ما ننساكم بكتابة أسماءكم على راية الإمام الحسين عليه السلام، وكما في الحلقات السابقة اللي من خلالها استقبلنا كل اتصالات من الأخوة اللي اتصلوا من المحافظات العراقية، من بلدان الخارج، من إيران، من أستراليا، من كندا، كل دول العالم بإمكانهم في هذه الساعة، في هذه الدقيقة هسه اللي احنا موجودين بها بالبث المباشر، يتواصلون ويانا ويتصلون على الرقم اللي موجود أسفل الشاشة، أو الأرقام اللي موجودة والتطبيقات الخاصة بالأرقام الموجودة أسفل الشاشة. وأيضا نرجع شوية لما سبق ببرنامج كن مع الحسين، نحكي عن شوية عن الدعم المادي لقناة الإمام الحسين، ووضحنا بالسابق أنه شلون من خلال عطاءاتكم، من خلال دعمكم لقناة الإمام الحسين عليه السلام، يستمر هذا البث. وأكيد بكل دول العالم أنه أكو شيعة محبين لأهل البيت عليهم السلام، من خلال عطاءاتهم، من خلال دعمهم لقناة الإمام الحسين، يستمر هذا البث الحسيني ويصل لكل أنحاء العالم. أكيد ما راح ننساهم من الدعاء، ولا ننساهم من الشكر والتقدير، واللي فضلهم دا يستمر هذا البث الحسيني، ومدا تشوفون هاي البرامج اللي تقدمها قناة الإمام الحسين عليه السلام. نعم أكيد مثل ما وضحنا أنه أرقامنا موجودة أسفل الشاشة، وأيضا مو بس اللي يقدر يتصل علينا يزور الإمام الحسين عليه السلام، يقدر يتبرع، يساهم، يدعم قناة الإمام الحسين عليه السلام، وتكون إلا صدقة جارية بهذا العلم، بهذا ببناء الأسرة الحسينية. لأن احنا قلنا بالسابق مو كل القنوات اللي نقدر نشاهدها، بعض القنوات يعني، وكثير همات من القنوات الدينية الإسلامية همات بدأت تنحرف وراء أهدافها، وراء سياساتها، وراء أجنداتها الخارجية. لكن مثل ما شاهدتم أنتم على مر السنين السابقة، قناة الإمام الحسين ظلت نفس الهدف. نعم خلينا ناخذ هذا الاتصال وإن شاء الله نرجع وياكم ونكمل حديثنا. أبو عماد بن واسط، السلام عليكم يا أبو عماد. أخوي وعليكم السلام. صباحكم الله بالخير، شلونك يا أبو عماد؟ الله بالخير والعافية، شلونك أستاذ مصطفى؟ الله يسلمك ويحفظك، شلون محافظة واسط؟ إن شاء
شاء الله خير من الله، الله يحفظك. الله يسلمك. احنا بدنا نسمع اخبار زين عن محافظه واسط انه خاليه من وباء كورونا، صحيح هذا الكلام؟ ان شاء الله ان شاء الله زين محافظتنا، الله يحفظك. ان شاء الله الله يحفظكم ان شاء الله ويدفع عنكم هذا البلاء. استاذ مصطفى بس اريد اخوي يزور مكاني. يلا انت زور وخلي اخوك ما تزور، لا تحرم نفسك من زياره الامام الحسين. اسم حر، اريدك تسجل اسم حر وياك. لا حر ماكو مشكله، يلا تفضل بالزياره. الله يحفظك. هاكو مريم، هاكو يلا. مريم السلام عليكم. عليكم السلام يا ابو مريم، شلونك؟ رمضان كريم علينا وعليكم يا رب، شلونك شلون صحتك؟ اتمنى لكم التوفيق، الله يرضى عنكم. ان ولكم يا رب. اللهم صل على محمد وآل. يلا تفضل للزيارة يا أبو مريم. أزور سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين وأخيه بالفضل العباس وصالة عني ونيابة عن والدي ووالد والديه وزوجتي وأطفالي وعمامي وجيراني وقراباتي ولا جميع المؤمنين والمؤمنات، دفع البلاء المبرم عن هذا البلد الجريح. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخيها بالفضل العباس قطيع الكفين وعلى جبل الصبر زينب الحوراء ورحمة الله وبركاته. أحسنت يا أبو مريم، أحسنت، الله يتقبل زيارتك يا رب. سجلت اسمي باسم أبو مريم رجاء للشفاء. سجلت اسم أبو عماد وسجلت اسم حور وسجلت اسم أبو مريم على راية الإمام الحسين عليه السلام. أبو مريم وأرحامه رحمة الله على أمكم. نعم أبو مريم أبو مريم والأهل والأرحام، هذا أبو مريم والعائلة. إذا تشاهد هسه شاشة قناة الإمام الحسين، أبو عماد وحر وأبو مريم والعائلة، الله يتقبل زيارتكم يا رب ونروح للناصرية مدينة السمك المزقوف. السلام عليكم. السلام عليكم، صباح الخير، صباح النور والعافية، رمضان كريم علينا وعليكم يا رب. شلونك يا أم حسين؟ نعم نعم وياك. شلونك يا أم حسين، شلون صحتك؟ تسمعيني يا أم حسين؟ الحمد لله إن شاء الله، رمضان كريم عليكم علينا وعليكم يا رب. يا أم حسين شلون محافظة الناصرية هسه؟ إن شاء الله إن شاء الله أحسن، رمضان كريم إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والعافية. الله يسلمك ويحفظك. إذا كنت تسمعينا من التلفزيون سمعينا من صوت الهاتف. لا والله التلفزيون سادي تفيد مره كلش. خير ان شاء الله. طمنينا شلون محافظه الناصريه هسه بظل وجود تفشي وباء كورونا؟ والله الحمد لله ان شاء الله بخير، ان شاء الله بخير، ان شاء الله ان شاء الله بخير والصحه والسلامه والعافيه لك ولكل اهلنا بالناصريه. وتفضلي لزياره الامام الحسين عليه السلام. اللهم صل، اللهم صل على محمد وال محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا رب إن شاء الله يحفظكم يا أمة، أعيد عليكم هذا الشهر إن شاء الله شهر الطاعة. الحمد لله والشكر لله، بحفظكم إن شاء الله. أي والله الله يسلمك ويحفظك يا ام حسين ويتقبل زيارتكم يا رب ويتقبل صيامكم وطاعتكم بهذا الشهر الفضيل. تسجل اسمانا، تسجل اسمانا ويا ترى انا اسم حضرتك كتبته، عندك اسماء اخرى تضيفيها؟ اي والله اي والله اسماء بنتي ام علي، ام علي بناتي اي والله ام علي، ابو سجاد، ابو سجاد، ابو زهراء، ابو زهراء، ابو زينب، ابو بنين، ابو زهراء وابو زينب. اي والله ابو صادق الله يحفظك يا يما، ان شاء الله يحفظك ان شاء الله. بنين وابو صادق اخر شيء؟ اي ابو صادق يا مهندس. ابو صادق الله يتقبل زيارتكم يا رب. هذه الاسماء اللي دا تشوفوها، ابو علي وابو سجاد وابو زهراء وابو زينب وابو بنين وابو صادق، والله يتقبل زيارتك يا ام حسين. وشكرا لك والاتصالك والروح لمدينه امير المؤمنين عليه السلام من النجف الاشرف من ويانا. جاسم من النجف، السلام عليكم يا جاسم. نعم نعم نعم. صباحكم الله بالخير جاسم. الو. صباحكم الله بالخير جاسم، شلونك؟ من النجف، النجف الاشرف. نتشرف فيك وبكل اهلنا بالنجف، شلونك يا جاسم؟ الاطارات النجف الاشرف. على راسي يا جاسم، تسمعني؟ اسمعك. يلا، تفضل بزيارة الإمام الحسين عليه السلام.
صباح الخير، شلون اخوي؟ الله يسلمك وحفظك، ظاهرا انت تسمعني من التلفزيون. رمضان كريم عليك. الله يسلمك وحفظك، ابتعد عن التلفزيون يا اخوي العزيز. سلام الله عليك يا ابو عبد الله الحسين، ازور عني وعن والدي وعن اطفالي وعن زوجتي وعن اخواني وعن اصدقائي. اسمعك. يلا اخوي كمل زيارتك. يا ابو عبد الله الحسين، عندنا مريض والله، عندنا مريض. نعم يا جاسم، شنو اسم المريض؟ والله مريض تعبان شويه، ما عرفت مرضى لحد الان. انت مريض؟ لو عندك مريض يا جاسم. لا والله انت مريض، زوجتي مريضه. شنو؟ ها، ام منو زوجتك؟ لا زوجتي. ام منو؟ الو جاسم، ام منو زوجتك؟ نعم ام منو زوجتك؟ نعيمة. خلينا نكتب اسمها على راية الإمام الحسين. الله يسلمك. لا زوجتي مريضة. ألو. هذا كتبنا اسم نعيمة على راية الإمام الحسين عليه السلام للشفاء، وإن شاء الله ما عندها إلا الصحة والعافية والسلامة، والله يتقبل زيارتك يا رب ودعائكم. شكرا لك ولاتصالك يا أخ جاسم. عندنا اتصال؟ نعم، نرجع لقضية أنه دعم قناة الإمام الحسين عليه السلام، ومثل ما شاهدتم هسه قبل قليل نستقبل اتصالاتكم لزيارة الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليه السلام. كل اللي يحبون يزورون الإمام الحسين عليه السلام، مشتاقين لزيارة أبا عبد الله، اللي متعودين أنه ما يتركون زيارة الإمام الحسين، اللي مواظبينها على هذه الزيارة كل خميس كل اثنين، خاصة من المحافظات الجنوبية دائما اللي احنا نشوفهم كربلاء المقدسة، متشوقين لزيارة الإمام الحسين عليه السلام. هذه فرصة أمامكم الآن، تقدرون تزورون سيدي ومولاي أبا عبد الله عليه السلام بالبث المباشر. والآن نحن بين الحرمين الشريفين، بين الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبي الفضل العباس. وأيضا ما راح ننسى كل شخص يتصل علينا أن نكتب اسمه على راية الإمام الحسين عليه السلام، خاصة اللي عندهم حوائج واللي عندهم مرضى. نعم، منو يانا؟ علي؟ علي حسين من كربلاء، السلام عليكم يا علي. علي السلام عليكم. علي تسمعني يا علي؟ علي صوت التلفزيون ظهر. صباحكم الله بالخير علي. هلا، شلونك يا علي؟ السلام عليكم يا اخي، شو عافيتك؟ الله يسلمك وحفظك، ابتعد عن صوت التلفزيون. علي حسين عليه السلام، اكتب على الزيارة اسمي علي وجنات. نعم، شنو اكتب اسم؟ نعم اسمعك. شنو اكتب اسمك على الراية؟ الو اكتب اسمعك انا. علي حسين. نعم، هذا اسمك على الراية، عندك اسم آخر أكتبه يا علي؟ نعم أنا علي. أي، عندك اسم آخر أكتبه على الراية يا علي؟ نعم. عندك اسم آخر أكتبه على الراية؟ على الراية، كتب اسمي على الراية. يلا، كتبت اسمك على الراية، وشكرا لك ولاتصالك يا أخ علي. وأكيد إحنا قلنا بأنه من المحافظات الجنوبية ومحافظة بغداد وكل محافظاتنا العراقية، وأيضا مو بس محافظاتنا العراقية، من كل دول العالم، حتى من الخليج، من الكويت، من البحرين، من السعودية، من إيران، كل الناس اللي متشوقة لزيارة الإمام الحسين عليه السلام، واللي متعودين أن يزورون الإمام الحسين عليه السلام بين فترة وأخرى، يعني انقطعت خلال هذه الفترة كل تواصلهم بالإمام الحسين عليه السلام بسبب أنه منع الطيران ومنع كل وسائل النقل اللي تربطهم بالعراق ومحافظة كربلاء المقدسة، لكن من خلال برنامج كون مع الحسين إن شاء الله نكون الوسيلة والربط بيناتكم وبين سيدي ومولاي أبا عبد الله. ونتشرف إحنا ككادر قناة الإمام الحسين بهذه الوظيفة، خدمة أبا عبد الله وخدمة الناس اللي تتشرف بزيارة الإمام الحسين عليه السلام. أنا من مكاني هذا أحمد الله وأشكره، ونيابة عني وعن كل الأخوة اللي موجودين بالكنترول، الكادر اللي موجودين المصورين، على هاي الخدمة الحسينية اللي نقدمها احنا أقل ما يمكن نقدمها لسيدي ومولاي أبو عبد الله وللناس اللي خدمت الإمام الحسين عليه السلام، اللي نخليهم يزورون الإمام الحسين في كل صباح من بدا شهر شعبان لحد الآن، يعني من ابتداء من
وباء كورونا. لحد الآن إحنا بنص ساعة أو ساعة صباحية نستقبل اتصالاتكم لزيارة الإمام الحسين عليه السلام، وهذا إحنا نعتبره في شيء عظيم، عمل عظيم لخدمة مذهب أهل البيت. ناخذ اتصال من وين؟ أم ضياء من المسيب. السلام عليكم يا أم ضياء. عليكم السلام ورحمة الله بخير. وبركاته. أم ضياء صباحكم الله بالخير. السلام عليكم. يا ألو. ألو. وياك يا أم ضياء، تفضلي لزيارة الإمام الحسين عليه السلام. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، أريد أزورك يا أبا عبد الله، عند حوائج يا حسين، مشتاقة لزيارتك يا أبا عبد الله، يا أبو السجاد. يا سيدي يا مولاي، السلام على أخيك أبا الفضل العباس. نعم عندي خالة حوائج، عندي مرضى، أبيك تسجل اسمهم. إن شاء الله أكتب أساميهم، أنطيني الأسماء وإن شاء الله أكتبهم. شنو أساميهم؟ أبو ضياء، أبو البيت، عباس ناصر. أبو ضياء، نعم. آلاء عباس، مريضة. عباس. ضياء شفاء وضياء للرزق. ضياء عباس للرزق اريده يا ابا عبد الله. وصفاء عباس. صفاء، نعم. علاء عباس. علاء. شيماء وحوراء، الذريه صالحه اريد الحوراء يا ابا عبد الله. نعم، وحوراء. وفاطمه. فاطمة. يلا. ونور، ذرية صالحة النور أريد. نور، هذا أم نكتب اسم نور، والله يتقبل زيارتكم يا رب. وأحمد. أحمد عباس. أنا راح أكتب يعني بداخل نكتب يعني أم ضياء والعائلة. أنا أريد من الله أبا عبد الله الحسين، أريد زيارة العمرة يا أبا عبد الله. الله يتقبل زيارتكم يا رب، ويكتب لكم الزيارة والحاج والعمرة بأقرب وقت. شكرا لك ولاتصالك يا أم ضياء. وناخذ اتصال آخر. أم أحمد من واسط. سلام عليكم يا أم أحمد. وعليكم السلام. صباحكم الله بالخير. من وسهلا، رمضان كريم. علينا وعليكم يا رب، ويتقبل صيامكم وقيامكم بهذا الشهر الفضيل. وتفضلوا لزيارة الإمام الحسين عليه السلام. هدي أزور بنيابة عني وعن والدي. نعم تفضل. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى سيدة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. ممكن تكتب اسم أحمد؟ يلا راح أكتب اسم أم أحمد. أحمد وبشرة وأنوار. أحمد والعائلة. بشرة وأنوار. كتبت أم أحمد والعائلة، مو أفضل أنه ينجمع كل الأهل؟ لا والله، بشرة وأنوار. بشرة وأنوار هم يخاف، راح أكتب بشرة. رحم الله والدي. يلا هاي بشرة وأنوار، والله يتقبل زيارتكم يا رب. يلا شكرا لك والاتصالك يا أم أحمد. نعم عندنا اتصال. يلا نروح لأول اتصال من البصرة لهذا اليوم. عادة أهل البصرة كثير يتصلون من خلال برنامج كن مع الحسين، اليوم بس اتصال واحد على ما أعتقد. منو يانا من البصرة؟ فاضل من البصرة. السلام عليكم يا فاضل. رمضان كريم. علينا وعليكم يا رب. صحة وسلامة إن شاء الله. الله يسلمك ويحفظك ويحفظ كل أهلنا بمحافظة البصرة. الله يخليك، رحم الله والديك. الله يسلمك ويحفظك. الله أرجع أسجل اسمي. تفضل. أول مرة أزور الإمام الحسين عليه السلام، وإن شاء الله بين ما تكمل زيارتك تلقى اسمك مكتوب على الراية. الله يخليك، رحم الله والديك. الله يحفظك. يلا تفضل الزيارة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أرواح التي حلت بثنائك. عليك السلام مني أبدا، ما بغيت وبغي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سلام الله عليك يا أبا عبد الله وعلى أخيك بالفضل العباس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم
أحسنت والله يتقبل زيارتك يا أخوي العزيز، واسمك كتبت على الراية والعائلة والأرحام إن شاء الله، والله يتقبل زيارتك وكل من نبت عنهم بالزيارة والدعاء. شكرا لك والاتصالك يا أخوي العزيز يا فاضل. نعم عندنا اتصال آخر، يلا نروح لمدينة أمير المؤمنين ويا أم كرار. سلام عليكم يا أم كرار. عليكم السلام. عليكم الله السلام. بالخير ورمضان عظيم عليكم. رمضان كريم علينا وعليكم يا رب، وتفضلوا لزيارة سيدي ومولاي أبا عبد الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد. أزور سيدي ومولاي ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي أبا عبد الله الحسين، نيابة عن مولاي صاحب الزمان، وأصالة عن نفسي، ونيابة عن والدي ووالد والدي وزوجي وجميع أفراد عائلتي وجميع المؤمنين والمؤمنات منهم الأحياء والأموات. نعم يا السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى قطيع الكفين أبو الفضل العباس وعلى الحوراء زينب. السلام عليك يا سيدي يا مولاي، ارفع الوباء عنا يا أبا عبد الله، اجعلنا من زوارك يا أبا عبد الله، وشافي كل مريض يا أبا عبد الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، والله يتقبل دعائكم وزيارتكم إن شاء الله. واسم حضرتكم أيضا كتبت على راية الإمام الحسين عليه السلام مثل ما تشاهدون الآن بالشاشة، وشكرا لك والاتصالك يا أختي العزيزة. ناخذ اتصال آخر، يلا نروح للديوانية وناخذ اتصال من أم آيات. سلام عليكم يا أم آيات. أم آيات السلام عليكم. ألو ألو السلام عليكم أم آيات، صباحكم الله بالخير. ألو ألو يا أم آيات، أنا أسمعك، تسمعيني؟ ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وآيات من الديوانية. نتشرف بيك ونتشرف بكل أهلنا بالديوانية، وتفضلي لزيارة الإمام الحسين عليه السلام إذا حابين زيارة. عليكم السلام. أم آيات ابتعدي عن صوت التلفزيون. ألو ألو يا أم آيات، ابتعدي عن صوت التلفزيون، تسمعيني واضح. إحنا من الديوانية. نتشرف بكم. الحسين عليه السلام. يلا تفضلي. اسمنا براية الحسين. تفضلي. تفضلي للزيارة يا أم آيات، تسمعيني؟ سلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على سيدي أبو الفضل العباس ورحمة الله وبركاته، أزور نيابة عني وعن أهلي. ألو وياك يا أم آيات. نعم كملي زيارتك. الله يتقبل زيارتكم يا رب. شكرا لك والاتصالك يا أم آيات، اسمكم سجلته على راية الإمام الحسين. عندنا الأخت أسماء، يلا السلام عليكم أسماء. أسماء السلام عليكم. مساء السلام. صباحكم الله بالخير. الله خير وكرامة. الله يسلمكم ويحفظكم، وتفضلوا لزيارة الإمام الحسين عليه السلام إذا حابين الزيارة. والسلام على الإمام الحسين وأخيها بالفضل العباس. السلام عليك أخي. عليكم السلام، تفضلي للزيارة يا أخت أسماء. السلام. الله يحفظ الكرامة. ابتعدوا عن صوت التلفزيون على مود تسمعوني واضح. إن شاء الله. يلا هسه انتوا بديت تسمعوني واضح، يلا تفضلوا للزيارة. السلام على حسين وعلى أصحاب حسين. نعم. أريد الزيارة بس ما عندك شيء. يلا إن شاء الله احنا زرنا نيابة عنكم، والله يتقبل دعائكم وزيارتكم يا رب.
أكيد مثل ما تشاهدون هسه اسمكم أسماء على راية الإمام الحسين، والله يتقبل زيارتكم إن شاء الله ودعائكم يا أخت أسماء. أنا أعرف أعتقد الكلام أنه راح من عندك لزيارة الإمام الحسين عليه السلام، أكيد هي الزيارة بالنية. شكرا لك ولاتصالك. عندنا اتصال آخر، منه قبيلة من واسط. السلام عليكم يا قبيلة. وعليكم السلام. صباح الله بالخير. الله بالخير رمضان على الجميع. علينا وعليكم. يلا تفضلي للزيارة، وعندنا أقل من 30 ثانية لزيارة الإمام الحسين، تفضلي. السلام عليك السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى أولادك وعلى أصحابك. أزور لي ولوالدي ولوالد والدي ولزوجي وجميع أخواني وأخواتي، وأريد منك تدعي لي أبو فضل العباس وأخوه أبو عبد الله بالطفل الصالح. نعم، الله يتقبل زيارتكم إن شاء الله ويرزقكم الذرية الصالحة يا رب بجاه الإمام الحسين عليه السلام وجاه هذا الفضل عظيم. شكرا لك شوي لاتصالك أختي العزيزة قبيلة، الله يتقبل زيارتكم جميعا. كل الأخوة اللي اتصلوا بينا واللي اتصلوا وما حصلوا، إن شاء الله من خلال الحلقات اللي جاية يقدرون يتصلون ويزورون الإمام الحسين عليه السلام. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، بس البرنامج مانته إن شاء الله باكر. والسيد عماد، إلى اللقاء. I'm going to be